الدكتور ماهر والي من الشخصيات التي تعشق تراب الوطن. ولد بمحافظة الفيوم وشغل منصب عميد كلية الزراعة الأسبق بجامعة الأزهر، وهو الشقيق الأصغر للدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق، وهو صاحب آراء جريئة لخدمة الفلاح وشاهد على سنوات من التطوير الزراعي خلال العقود الماضية، وله دور فعال في الاستثمار والنمو وتحقيق الأمن الغذائي. ماهر والي هو أول عالم زراعي يفطن إلى أهمية الموارد المائية في تطوير الزراعة المصرية عبر حزمة من القرارات التي تحمي الأمن المائي المصري وتدفع باتجاه ترشيد الاستهلاك من مياه الري وحمايتها من التلوث. فكان رأيه بدعم مناخ الاستثمار الزراعي من خلال الحفاظ على مواردنا من مياه النيل، والذي طالب في مختلف المحافل الزراعية خلال عمله كأستاذ بكلية الزراعة بجامعة الأزهر بتطوير السياسات الزراعية والري لمضاعفة الصادرات ومواجهة قضية ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي والمنتجات الزراعية، مع وضع برنامج وطني للتأقلم مع التغيرات المناخية التي تهدد الأمن الغذائي المصري. هو صاحب مدرسة إن تطوير الزراعة تبدأ بتطوير الصادرات الزراعية وتوجيه الفلاح نحو المحاصيل التي تحفظ له كرامته، بما لا يخل بمبدأ إن تأمين الغذاء يبدأ بالفلاح وينتهي بالتصدير. أهلا بكم مشاهدينا من جديد في هذه الفقرة الحوارية، بنتكلم عن تحويل الصحراء وتحويل نباتات الصحراء إلى ثروة قومية. الحلقة دي بالذات أو يعني الاتجاه للحديث عن هذا الموضوع، الصحراء والنباتات الصحراوية في ظل الظروف اللي احنا بنعيش فيها، فكان لزاما علينا يكون ضيفنا يعني راجل وطني مخلص له العديد من الآراء. وعلشان ما اطولش على حضراتكم وعلشان ما اقولش كتير جدا من المسميات او التايتل، فاحنا معانا النهارده في حلقتنا دكتور ماهر والي عميد كلية الزراعة بجامعة الأزهر الأسبق. اهلا بيك يا دكتور. اهلا يا فندم، اهلا وسهلا. طبعا حضرتك يعني لك آراء كتير جدا وآراء عظيمة في الاستثمار الزراعي، في التسويق الزراعي، في تحويل الأراضي الصحراوية إلى ثروة قومية. والحقيقة أن احنا في هذه الأيام محتاجين هذه الآراء المخلصة والرجال المخلصون أيضا. في حضرتك النهاردة منورنا ومشرفنا في الحصاد. أهلا بيك مرة تانية. النباتات اللي بتزرع في الصحراء خصوصا مع يعني الاتجاه واتجاه الرئيس عبد الفتاح السيسي كمان للصحراء وفكرة استغلال الصحراء، بداية من مشروع المليون والنصف فدان إلى المشروعات القادمة إن شاء الله، ولكن هناك بعض النقاط التي يجب أن نضعها في الاعتبار إذا أردنا استغلال الصحراء أو الأراضي الصحراوية الاستغلال الأمثل. طبعا هو في الزراعة في الصحراء اعتمادها الأساسي على مياه جوفية وليست مياه النيل، لأن عارف حضرتك الحصة بتاع مصر من مياه النيل هي 55 مليار متر مكعب، وما أعتقدش أنها هتزيد في المستقبل القريب. هي ممكن هيحصل فيها ترشيد بحيث أن أنا أخد جزء من هذه المياه أتوسع بيه، ولكن الصحارى المصرية كلها بتعتمد أساسا على المياه الجوفية. جميع دراسات المياه الجوفية في مصر لا يوجد دراسة شافية ومؤكدة أن هذه المصادر الجوفية لها مصادر مائية تغذيها، يعني محدش يعرف بالظبط، يعني كلها آراء مبنية على استقراءات نظرية، إنما كحاجة عملية لم تجرى هذه الدراسات. فلذلك يجب ان احنا في الصحاري نعتمد على مياه شحيحة الحاجة للماء، وفي ذات الوقت يكون مردودها الاقتصادي عالي. ده يعني بداية الكلام، ده اول حاجة لازم نضعها في الاعتبار. ولازم نضع في الاعتبار ايضا ان كثير من الابار الجوفية اللي في مصر المياه بتاعتها بتكون فيها ملوحة،
ولا تصلح للمحاصيل التقليدية، وبالتالي يجب إن أنا أزرع فيها محاصيل تتحمل الملوحة بدرجة عالية، ولازم أيضا أعمل حساب إن أنا أزرع محصول يكون احتياجه من المية أقل ما يمكن. لو رجعنا بقى للقرآن الكريم نجد إن جميع المحاصيل التي ذكرت في القرآن هي محاصيل الصحراء ذات العائد المرتفع، سبحان الله. النخيل، الزيتون، التين، الرمان، الأعناب، السدرة أو النبق، ده اللي ذكر في القرآن، بالإضافة إلى بعض المحاصيل المستحدثة الأخرى زي الجوجوبا، زي المشمش، زي نبات الجاتروفا اللي بيطلعوا منه زيت الديزل أو جاز الديزل. بس يعني مفيش أكتر من كده. أنا لو ركزت على هذه المحاصيل ونظرنا لمصر من اسكندرية لأسوان نجد إن مثلا لو بصينا للنخيل البلح، الشمال ينفع في أصناف النخيل الطازجة زي الحياني وبنت عيشة والزغلول والسماني والبرحي وأصناف كتيرة قوي. يعني حضرتك تحدثت عن هذه النباتات او اصناف النباتات اللي يعني كمان استشهدت ان هي ذكرت في القرآن الكريم، يمكن كل محصول من دول اقتصاد دولة لوحده طبعا، يعني مفيش كلام. ممكن تقوم عليه دولة، لان احنا عندنا يعني بالنسبة لعدد النخيل في مصر اعتقد انه اعلى دولة في العالم، بس بكل اسف النخيل غير منسب، يعني اصناف كلها يعني مجاهل وغير جيدة وكتير منها غير صالح للتصدير أو حتى للاستهلاك المحلي. من أجل هذا أنا عندي الشمال كله أقدر أزرع فيه الأصناف الطازجة، وسط مصر اللي هو منطقة الواحات ومحافظة المنيا والمنطقة دي، واحات البحرية، واحات الداخلة والخارجة، الوادي الجديد، أقدر أزرع أصناف العجوة اللي بلح السيوي والحاجات اللي زي دي، وبقدر ازرع ايضا صنف زي صنف المجهول يسمى اللي احنا بنطلق عليه اسم المجدول. ده صنف تصديري ممتاز جدا، يعني لو احنا افترضنا ان الفدان فيه 50 نخلة وكل نخلة جه منها 50 كيلو صالحة للتصدير، تمن الكيلو لا يقل بأي حال من الأحوال عن $5. فنقدر نشوف المحصلة معدل عالي طبعا جدا، هتكون معدل عالي جدا. في أصناف تانية برضو من الأصناف المستوردة الجيدة في جنوب مصر، يقدر بالإضافة لهذه الأصناف تصلح الأصناف الجافة. في عندنا أصناف جافة في مصر عالية الامتياز، زي صنف الملكابي، الجندلة، البرتمودة، السكوتي، الأبريمي، كلها الأصناف دي موجودة في منطقة أسوان وجيدة جدا. دول طبعا، فده احنا لو بصينا للنخيل أتمنى أن وزارة الزراعة تتبنى مشروع بناء 3 أو 4 معامل لإنتاج فسائل النخيل في مصر. ده هيفرق يعني كتير جدا طبعا، ده هيفرق كتير جدا، لأن كل الفسائل دي بكل أسف مستوردة يا من فرنسا يا من إنجلترا أو من السعودية، بيكلف الدولة أعباء كتير طبعا. الفسيلة الشتلة الواحدة بتوصل 1000 جنيه مثلا أو أكتر، شتلة صغيرة في قصرية زرع يعني، على ما تدي إنتاج تاخد لها 5 أو 6 سنين. فلازم الدولة تشجع هذا الاتجاه، لأن أنا لو شفت فدان البلح مثلا هياخد بالكتير في السنة 5000 متر مكعب مية، إنما لو مزروع أي محصول تاني بقى هنضرب الرقم ده في 2 في 3 جايز في 10 لو انا زارع موز مثلا، على حسب على حسب نوع المحصول. يعني احنا لسنوات كتير جدا لو رجعنا للتاريخ هنلاقي ان مصر كانت وما زالت مطمع لبلاد كتير جدا، ويمكن السبب الرئيسي عند البلاد دي هو صحراء مصر.
فلماذا صحراء مصر مطمع لدول العالم، أو بما تختص صحراء مصر بالذات كقيمة اقتصادية كبيرة؟ لا، قيمة اقتصادية طبعا، لأن احنا عندنا مياه طبيعية في الواحات كتيرة، عيون، آبار ارتوازية يعني تنطلق منها المياه بدون أي احتياجها إلى رفع. فموضوع المياه ما هوش يعني النقطة الأولى، ولكن هو الاقتصاد في استخدام هذه المياه. نيجي للحاجة اللي بعد النخيل، الزيتون. أجد أن أصناف الزيتون، أصناف الزيت تنفع في الساحل الشمالي لحد محافظة الفيوم. من الفيوم للمنيا جايز ينفع الصنف العجيزي، وجايز يبقى في أصناف تانية تصلح. طبعا جنوب المنيا ما أعتقدش أن الزيتون هينفع، عشان ما فيش احتياجات البرودة الكافية ليه. كذلك الرمان. الرمان دلوقتي بقى ما يعني عصير الرمان ده بقى مشروب مطلوب على مستوى العالم صحيا وله يعني فوائد صحيه كثيره. فلو اتزرع واتعمل جنبه تصنيع زراعي هيبقى جيد جدا. طبعا التصنيع الزراعي ده دي قصه تانية يعني، لانها قيمه مضافه. حضرتك يعني ليك نظريه في الاستثمار الزراعي او في النهوض بالزراعه، ان الزراعه ما بتقفش بس عند الزراعه، الزراعه من اول وضع الشتله الى التسويق والتصدير. طبعا ازاي طبعا نقدر نوصل يعني هو لهذه الدائره؟ لا يعني شوفي حضرتك، احنا عندنا الميزان التجاري بتاعنا الصادرات المصريه 28 مليار دولار. الواردات لا تقل عن 68 مليار دولار بعد الترشيد وتعويم الجنيه والكلام ده. إذن الفارق بينهم 40 مليار دولار. إذن لابد أن نحول زراعاتي وصناعاتي إلى مجال التصدير حتى أسد هذه الفجوة. فطبعا ده في الزراعة لا يتأتى إلا أن نزرع أصناف عليها طلب كصادرات ولي فيها ميزة نسبية. ما هو النخيل مثلا مش أي بلد هتزرعه طبعا. حتى الزيتون في حوض البحر المتوسط في دول كتير انسحبت من انتاج الزيتون نظرا لاحتياجه لعماله، نظرا لوجود اصابات لحاجات كتيره جدا، يعني لها اسباب كثيره. فاحنا لان لو احنا بصينا لقينا لتر زيت الزيتون النقي النهارده اللي هو معصور على البارد والكلام ده وصل سعره في السوق العالمي ل 80 90 جنيه. فطبعا ده كتير، رقم كبير جدا. رقم كبير طبعا. وبعدين في اصناف كانت وزارة الزراعة جابتها في من 15 20 سنة اللي هي صنف زي صنف السوراني اللي جاي من سوريا، ده نسبة الزيت فيه عالية خالص، أعلى من الأصناف التانية كلها. فليه ما يبقاش فيه صناعة تقوم على هذا النوع من الزيتون؟ يعني الرمان برضو كان نفس الشيء. النبق المصري طبعا حضرتك عارفة مشكلته أنه هو حجمه صغير وما تعملوش برامج تربية وتحسين. إنما في أصناف بتيجي من عمان ومن إيران، أصناف جديدة مستحدثة تصلح في البيئة الصحراوية بتاعتنا. ده يخليني يعني أسأل حضرتك سؤال مش كمذيعة أو كمحاورة، يعني كمواطنة مصرية، إذا إحنا عندنا كل هذه الموارد وإذا إحنا عندنا كل هذه الإمكانيات اللي تمكننا من يعني نقلة حضارية مش بس اقتصادية، يعني نقلة حضارية كبيرة جدا، ليه لم تستخدم أو لم تستغل هذه الموارد في العقود السابقة؟ لا هو بس ما تستغلتش السبب، يعني ما نقدرش نقول إن استغلال الموارد ده ما تمش في عقود سابقة، لا تم في حاجات كتير. بس هي النقطة ان الرجل الذي يستثمر سواء كان مستثمر صغير او متوسط او كبير بي دايما بيدور على الحاجه اللي يكسب منها السهله، بس اللي يعني ربحها قريب، اللي ربحها قريب وتدي له ترن اوفر سريع، يعني يستعوض فلوسه بسرعه اكبر. انما لا، هو دايما ده يعني زي نظريه الاوان المستطرقه كده، ان دايما راس المال بيطلع من بيروح للحته الاسهل. انما يعني هضرب لحضرتك مثل بسيط جدا، رحت مره اشتري دواسه للبيت، دواسه على المدخل بتاع الباب، الراجل بساله بكام يا عم؟ قال لي دي ب 750 جنيه. ليه يا عم دي ليف؟ قال لي لا يا بيه لا مؤاخذه يعني اصلها بتيجي من الهند مستورده. ليه يا عم مستورده ليه؟ قال لا ما هبطلوا يعملوها في مصر.
طب ازاي الكلام ده؟ انا اروح اجيب دواسه للارضيه من الهند وانا عندي الليف بتاع النخيل في مصر، اصبح نوع من القمامه وبتخلص منه انهم بيحرقوه وحاجات زي كده؟ ازاي؟ ما هو لازم يبقى في تصنيع لهذا المنتج. يعني ده منتج واحد، مثلا ده على سبيل المثال، ده منتج واحد من نبات واحد، من نبات واحد. في سيوة مثلا بيزرعوا البلح السيوي، بيطلعوا منه العجوة. البلح ده ممكن يتحشي ويتضاف له ويبقى له قيمة اقتصادية أعلى ويبقى صالح جدا للتصدير. النوى اللي بيطلع من البلح لو اتجرى طحنه بينفع كويس قوي على العلف للماشية الكبيرة، لأن قيمته الغذائية بالنسبة للمواشي عالية. فإحنا يعني لو بصينا للزراعة نجد إن هي عبارة عن خير متسلسل. طبعا يعني واستغلال هذا الخير طبعا، يعني ده حرفة مش أي حد طبعًا كمان يقدر يعني يعملها. لو مثلا نظرنا بنظرة بسيطة لبذور الخضروات، أنا يعني من قريب رايح لمحل أشتري بذرة جرجير، عايز أزرع حوضين في البيت جرجير للبيت يعني. فقال لي أنا ما عنديش إلا جرجير مستورد من إيطاليا. طب ده ينفع؟ دي كارثة. ده الجرجير ده منتج مصري من أيام الفراعنة. طبعًا. أجيب جرجير مستورد إزاي؟ ده هو النبات المصري أصلًا. النبات مصري أصلًا يعني. فطبعًا ده ليه؟ لأن إحنا بقى عندنا إنتاج البذور متدني. يعني برضو أتمنى إن الدكتور عز أبو ستيت يدي الموضوع إنتاج بذور الخضر ده دفعة قوية، بذور الخضر العادية أو بذور الخضر الهجين. هي منظومة متكاملة دكتور ماهر. يعني العلماء المخلصين لمصر زي حضرتك يعني وأمثال حضرتك بالتعاون طبعا مع يعني دكتور عز الدين أبو ستيت أكيد هنقدر نعمل حاجة لا كويسة. يعني حضرتك مثلا الحاجات البذور الهجن المستوردة والبذور الخضر المستوردة، مصر بتستورد بمبلغ يقال مش متأكد يعني إنه يوصل لمليار ونص. كتير ده، انا ممكن الحاجات ده انتجها. ده بذور خضر بس. بس يعني انا ما بنتجش في مصر الا بذور خضر الملوخيه وبس. والملوخيه دي بتطلع كحشائش في الارض. يعني مش غلبه يعني. مش محصول اساسي. مش محصول اساسي. انما معظم بذور الخضر بيتم استيرادها من الخارج. وده انا يعني الخيار مثلا كان في نوع خيار اسمه الخيار الالجي نسبه لمدينه الالج. او المرجاوي نسبه للمرج. أصبح بينتج في أمريكا بنفس الاسم. وما بقاش بينتج عندنا هنا. لا، اللي بيجي في علبة كويسة حلوة متعاملة كويس. الملف ده بالذات يا دكتور يعني مهم جدا، وأنا محتاجة إن أنا أسأل حضرتك فيه باستفاضة شوية، بس خلينا نروح نشوف التقرير الخاص بالسياسات الزراعية ونرجع مرة تانية نستكمل حوارنا مع دكتور ماهر والي. تلعب الزراعة دورا مهما في رفع اقتصاديات مصر، حيث يعمل بها قرابة ثلثي الأيدي العاملة، بالإضافة لدورها في سد احتياجات المواطنين من المحاصيل الغذائية الأساسية والخضروات والفاكهة، وانطلاقا من أهميتها في تأمين العيش الكريم للمواطنين، تسعى الحكومة المصرية للتغلب على معوقات التنمية الزراعية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتقليل الفجوة الغذائية في البلاد. وبالرغم من الجهود التي تبذلها الدولة للنهوض بالزراعة المصرية وتنمية وزيادة المساحات المستصلحة والمزروعة، إلا أننا لا نزال نواجه مشكلات متنوعة تتعلق بتوفير كميات المياه اللازمة لري تلك المساحات، بالإضافة لاستحداث وسائل الزراعة المتطورة والتي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، زيادة معدلات الإنتاج وتقليل النفقات والفاقد من البذور أو المحاصيل. وتأتي مشروعات الدولة التنموية لزراعة 4.5 مليون فدان موزعين على محافظات الجمهورية وفقاً لخطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي كواحدة من أهم المشروعات الزراعية التي تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة معدل الإنتاج، بما يسمح بتحقيق فائض إنتاج للتصدير لزيادة مصادر الدخل القومي وتوفير العملة الصعبة للدولة.
وتعتبر مشكلة التلوث من خلال الإسراف في استخدام المبيدات والأسمدة واحدة من أهم المشكلات التي تواجه الأراضي الزراعية بمصر نتيجة الاستخدام غير الرشيد والآمن، فيما يسعى الإرشاد الزراعي لتوعية المزارعين بأهمية الاتجاه للزراعة العضوية. كما تعتبر مشكلة تنقص مساحات الأراضي القديمة واحدة من أهم المشكلات التي تهدد الثروة الزراعية المصرية بسبب الممارسات غير الرشيدة بالبناء على الأراضي الزراعية، مما ينعكس سلبا على صالح البلاد بوجه عام. ولا تزال جهود التنمية الزراعية في مصر بحاجة لبذل المزيد من الجهد المشترك بين البحث العلمي والتطبيق العملي على أرض الواقع للتغلب على ما تقابله الزراعة من مشكلات تعوق النهوض بها وتعوق مساعي الدولة لزيادة حجم الاستثمارات فيها. عودة مرة أخرى مشاهدينا، ولسه مكملين حلقتنا ولسه مكملين حوارنا مع دكتور ماهر والي، ولسه بنتكلم عن النباتات الصحراوية وكيفية تحويل الصحراء إلى ثروة قومية يمكن يعني تنقل هذا البلد إلى مكان آخر في الاقتصاد. برحب بحضرتك مرة تانية دكتور ماهر، أهلا بيك مرة تانية. وكنا بنتكلم قبل الفاصل عن النباتات اللي ما بقتش موجودة، يعني كان في حاجات مثلا من 10 سنين لو هندور كان في حاجات موجودة دلوقتي بندور عليها فعلا اختفت تماما من مصر. أيوة كان في حاجات موجودة بنعمل فراعنة زي الجبيس مثلا، اختفى اختفى تماما. لا يعني موجود بس بقى يعني نادر يعني. لدرجه ان الناس حتى اللي بيلاقيه بيبيعوا بسعر يعني عالي جدا. طبعا في حاجات كتيره يعني. زي زيت الخص اللي كان بيتزرع في الصعيد في سوهاج وقنا والحتت دي، ده كان زيت موجود من ايام الفراعنه وله فوائد صحيه جامه جدا. البلدي او الموز البارادايكا ده اختفى لان طبعا جت الاصناف الجديده غطت عليها يعني، انما برضو زي الخوخ بتاع 100 غمر ده كان طعمه جميل كان جدا، كان طعمه طبعا كان طعمه ورائحه وكده، جابوا بداله الاصناف اللي جايه من بره اللي هي اصناف كبيره كده وانما طعمها. طب ايه السبب اللي يخلينا يعني نثر نبات مصري متأصل زي النباتات اللي حضرتك ذكرتها ونستبدلها بنبات مستورد؟ لا هو الحقيقه النباتات المستورده دي كلها اساسها انها لها منظر جميل، مظهرها جيد، فالناس عشان كده بتحبها. إنما شكلها متناسق. وشكلها متناسق. انما انا ما اقدرش اقارن مثلا مش منتخب العمار او الحموي كطعم باي صنف من الاصناف الجديده، ما ينفعش. ده كان ما اقدرش اقارن مثلا المانجا العويس بمانجا الكيت او الكنت. صحيح دي حجمها كبير وبتاع مش عارف ايه، انما دي ليها طعم ودي ليها طعم، دي حاجه تانية طبعا. فهي دي النقطه، ان هو بتعتمد على الشكل، ان المستهلك بيشتري بعينيه، دي وصل لحاجة يشوفها يشتريها، يلقى عنب مثلا أحمر وحبايته كبيرة كده وبتاع يشتري ده بغض النظر عن طعمه بعد كده يطلع طعم. إنما مثلا لو عندنا العنب الفيومي بالرغم أنه كان عنب بذري إلا أنه لا يوجد صنف عنب آخر له هذا الطعم بتاعه. بس عارف دكتور، هي المشكلة برضو في أنه المواطن حتى لما بيجي يشتري أصبح هو بيلاقي المنتج ده بس، يعني هو كمان ما عندوش اختيارات ان هو يختار مثلا ما بين المنتج اللي هو بتاع بلده. لا لو لقي المنتج بتاع بلده مثلا خوخ 100 غمر ولقي الخوخ الاصناف الكبيره اللي موجوده زي السويلينج زي الاصناف الثانيه دي، مش هياخد بتاع 100 غمر لان فرق في الحجم وفي اللون والمنظر وفي السعر دي نقطه مهمه قوي. يعني دايما التجار حتى ايه يستغلوا الحته دي يقول لك البلدي يعني سعره. عارفه حضرتك زي الطماطم مثلا، الطماطم دي نوعين من الطماطم، في طماطم للتصنيع دي بيبقى نسبه المواد الصلبه الذائبه فيها عاليه وجلدتها تخينه، وهي اصناف للمائده او الاصناف الصغيره الشيري توميتو اللي حجمها صغير،
أصناف المائدة بتبقى لحمها ناعم كده وجميلة وحلو، ما فيهاش قشرة تخينة. احنا عندنا الموضوع ما عادش يفرق كتير. تلقي حضرتك اللي 90% من اللي موجود في السوق أصناف تصنيع، لأن هي دي اللي بتدي إنتاج غزير وإنتاج أعلى. إنما مثلا الطماطم الأولانية اللي كانت موجودة، الطماطم النوع الإتكاوي السوبر مرماند مش عارف إيه الحاجات دي، كان طعمها جميل بالنسبة للمائدة دلوقتي. فهي دي النقطة، ده اللي بيتحكم في الموضوع. طب ازاي نرجع لده تاني؟ يعني ازاي يبقى عندنا النباتات اللي اختفت تماما من الاسواق المصرية، اللي يعني المواطن المصري بقى يعني بيتشوق ليها؟ هو يعني اعتقد ان لازم يبقى في برنامج لتحسين هذه الاصناف، وان احنا نوقفها على رجلها مرة اخرى. يعني ابتدأ الفجل المصري نفسه يحصل فيه نوع من التدهور، ما بقاش زي الاول. الفجل المصري ده يعني، والفجل المصري ده مشهور طبعا، وبعدين الـ 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 الكرات المصري اللي استبدلوه دلوقتي بالكرات السويسري. الكرات السويسري ده مش، ما هواش من الحاجات اللي تؤكل طازجه، ده بيستخدم للشوربه والطهي والحاجات دي. لكن الكرات المصري طبعا كان بيستخدم للاكل، يعني ليه ريحه وليه طعم فده برضه ابتدى يحصل له نوع من الانقراض. فلازم يبقى فيه محافظه على هذه السلالات. هل ده في ربط ما بينه وما بين الاراضي الصحراويه، ان احنا يمكن استغلال الاراضي الصحراويه في رجوع مثل هذه النباتات التي اختفت تماما؟ لا والله، برضه ممكن ارجعها في الوادي، مش ضروري في الصحراء يعني. وفي الصحراء ممكن طبعا الدوره الزراعيه ممكن تحل المشكله دي. يعني عاوز قصد حضرتك نعمل دوره زراعيه اجباريه؟ لا ما ينفعش، ما عادش يعني عقارب الساعه لا تعود الى الوراء. هو ممكن جدا لو انا عندي تعاونيات كويسه، يعني ناس جمعيات تعاونيه نابعه من الفلاح. انما طبعا التعاونيات اللي موجوده في الريف حاليا مع احترامي الكامل ليها دي مرفق حكومي مش جمعية. انما حضرتك ان هي بعيدة عن الفلاح؟ لا هي مش بعيدة ولا حاجة، بس هي مرفق حكومي يعني بيتعين فيها واحد تبع الزراعة، وممكن يروح يعمل محضر لواحد، ويعني مش هيقدر يرشده حتى. انما كلمة جمعية يعني مجموعة من الافراد بيعملوا كيان بغرض المساعدة في الانتاج او في الاستهلاك. يعني ليهم غرض مشترك طبعا. يعني حتى زمان كان فيه الجمعيه الزراعيه الملكيه اللي اصبحت الهيئه الزراعيه المصريه دلوقتي، ديت كانت بتنتج تقاوي، وكانوا بيصفروا بعثات بره، ويعني حاجه كانت كيان ضخم جدا. وكانت هذه الجمعيه مملوكه لافراد. دي بيحس فيها اكتر انه الفلاح المصري يعني هو صاحب الكيان اكتر، هو صاحب المشهوره في الجمعيه بالظبط، يحس انها بيته بجد. فهو التعاونيات هنا في مصر عايزه اعاده هيكله او دراسه. يعني انا شايف ان ممكن في القريه الواحده يبقى فيها اكتر من جمعيه، خصوصا ان وعي الفلاح زاد جدا عن زمان. طبعا في اعلام وفي تلفزيون وفي حاجات زي كده وفضائيات وفي كل حاجه. فهي الفكره ان ليه ما يبقاش في اكتر من جمعيه؟ ليه ما يبقاش في جمعيات متخصصة؟ يعني مثلا أعمل في منطقة ما جمعية متخصصة لمنتجي الرمان مثلا، بحيث أنها تجيب لهم شتلات، تاخد المنتج، يتعاونوا أنهم يعملوا مصنع عصير، فيبقوا عارفين أن المنتج أو المحصول اللي هيزرعوه رايح فين، رايح فين، ولها وبياخدوا عائد والكلام ده. لانه الفلاح يعني غالبا بيلجا للمحاصيل اللي هي المتداوله المنتشره، لانه بيبقى عارف ان دي بمعنى اصح بالبلد دي كده سوقها سهل، يعني سهل. لا هو مش هو بيلجا بيها يعني مجبر لبطل، يعني ما فيش هيعمل ايه، ما هو بيقول لك ازرع حاجه ما الحكومه ضامنه سعرها بالظبط. ما هو إنما ده اللي انا قصدي. انما اللي انا اقصده ان لازم يبقى فيه كيانات تعاونيه، بحيث مثلا لو رجعنا للقطن ممكن جدا لو فيه تعاونيات يعني متنبهه اقدر اجي في اي قريه ازرع مثلا شريحه واحده 20 فدان قطن،
واقدر اقاوم فيها الافات واساعد في البذور، وجايز ان انا اعمل لها طريقه يبقى ليها جني الي. واخد بال حضرتك؟ طبعا كل ده يعني كل ده يؤدي بينا في النهايه ممكن لفكرة يؤدي لتعظيم الانتاج طبعا، انما الفكره ان انا ما اقدرش بنظل النظام الحالي. ما ينفعش. وبعدين في ظل النظام الاولاني اللي هو بتاع الدوره الزراعيه، كانوا عشان يهربوا من زراعه القطن كانوا بيعتبروا ان ده محصول احتكار الدوله، فيعمل ايه؟ يروح يقول لك الارض ما نفعتش قطن، ويعمل تقرير ويجيب مهندس وبتاع وفيها يعني تلاعب كده، ويقول ان القطن ما نفعش عشان يحول مسار، يزرع بداله ضراوه ويزرع بداله شطوره ويزرع بداله اي حاجه تانية. انما الموضوع ده ما عادش ينفع تاني. يعني في ناس تقول ايه لابد من تطبيق، ما فيش حاجه اسمها لابد، لازم الناس من نفسها هي تقول انا عايز ازرع ايه. ده بيعتمد على زياده وعي الفلاح، زياده اخلاصه لوطنه وتحمل المسؤوليه طبعا. وبعدين حضرتك لما في مناطق مثلا ابتدات تزرع النباتات الطبيه ونباتات تصديريه كلها، لازم برضو الناس دول اقف جنبيهم طبعا بالتوعيه وكده. يعني في مثلا الناس اللي كانوا بيصدروا بعض النباتات الطبيه من محافظه الفيوم وبني سويف، في رسائل رفضت لان الناس دول رشوا مبيدات فيها، لانه هناك عنده طرق تحليل بيقدر يعرف لحد النانو جرام. فطبعا بيقدر يعرفها بوسائل التحليل المختلفه، بيرفض الرساله. لا، لازم يبقى عندي تعاونيات او جهات بتعمل ارشاد والكلام ده كله. زائد ان دلوقتي الارشاد الزراعي اعتقد يعني انه مبقاش موجود. يعني طبعا الارشاد الزراعي يعني في السنين الماضيه دوره بدا يتضاءل مع الفلاح المصري، وبدا يحس الفلاح المصري، لكن يعني احنا يعني بنحاول جاهدين ان احنا نوصل للفلاح، يعني عن طريق مثلا قناه زي قناه مصر الزراعي. قناه مصر الزراعيه عندنا يعني ما يقرب من عشرات البرامج الارشاديه اللي بيكون موجود فيها علماء بيتواصلوا مع الفلاح. كلام حضرتك صح، انما مثلا كان زمان المرشد الزراعي عنده فاكس، لما بيقلب المشكله مش عارف يحلها بيبعت للارشاد اللي هو تابع للمركز، مركز البحوث الزراعيه، على طول يقوم له مجموعه من الساده الافاضل علماء المركز يحلوا هذه المشكله، لو مشكله عويصه يعني. فكان في تفاعل ما بين وجود المرشد الميداني كمان بيفرق مع الفلاح جدا جدا جدا. بس هو لازم المرشد الميداني ده يبقى متصل بجهه بحثيه، يعني مش شغال لحساب نفسه طبعا. فطبعا ديت ما اعرفش فقدت ليه. عدم تعيين او ادخال كوادر جديده في الارشاد الزراعي يعني بقى لنا سنين كتير جدا. لا، مش حكايه كوادر، هو حكايه ميزانيات. يعني مركز البحوث الزراعيه كون ان يبقى ميزانيه البحوث فيه متدنيه الى هذا الحد، هيعمل بحث زراعي ازاي؟ ما هي البحوث دي بتتكلف فلوس طبعا، وعايزه مصاريف وعايزه سعي وعايزه امكانيات وعماله وكيماويات وحاجات زي كده. البحث العلمي ده كمان بالذات يعني البحث العلمي بيتكلف كتير، بس هو عائده الاستثماري كبير طبعا، يعني مش قليل. وعلى المدى الطويل زي ما احنا بنتكلم عن الطويل، الاستثمار يعني اللي هو حضرتك الربح السريع ده ربح يعني طويل المدى مستمر يعني. طويل المدى طبعا، لان ده بينعكس على مش جيل واحد بس، بينعكس على اجيال كتير طبعا، على مستقبل الوطن يعني. مثلا في الثمانينات مثلا كان انتاج القمح يتراوح من 6 لـ9 ارادب الفدان، يعني الفلاح النشيط قوي جاب 9 ارادب. فضل ده كده يعني يبقى فضل يزيد لما وصل ل30 ارداب. ده مش نتاج شطاره الفلاح بس، لا ده نتاج بحث علمي طبعا، وشغل مكثف، وجابوا اصناف اقماح مكسيكيه مع اصناف هنديه مع وعملوا هجن وبتاع حاجات زي كده وطرق تربيه لحد ما وصلوا الى انه يعني اول مره زرعت نوع اسمه كان اسمه سخه 69 في ارضي انا،
جاب الفدان 21 أرداب. فكانت يومها حدث في المنطقة. حدث مفرح طبعا. لدرجة الناس جوني قالوا لي أنت افتكروا إن أنا جايب التقاودي من بره، كنت يومها راجع من بره. كنت سافرت زراعة أمريكا. فريدة يعني. إنها يعني حاجة، إنما أبدا. لا ده ناتج بحوث. فلازم الموضوع الترند ده يستمر. ان شاء الله يستمر طول ما يعني طول ما حضراتكم واقفين مع الفلاح المصري بعلمكم وبالنصائح اللي نقدر نقدمها للفلاح ونقدر نقدمها للزراعه على قدر ما يكون. كان نفسي طبعا الحلقه تبقى اكبر من كده ونقدر نستفيد من حضرتك وبعلم حضرتك اكتر من كده. دكتور ماهر والي عميد يعني كليه الزراعه بجامعه الازهر الاسبق، ويعني عالم جليل طبعا، لديك العديد من الخطط الاستراتيجيه والعديد من الاراء يعني اللي اذا يعني بجد انتهجناها يعني هنروح بالاقتصاد في حته تانية خالص. كنت اتمنى ان الوقت يطول اكتر من كده. متشكره جدا جدا دكتور ماهر والي، شكرا جزيلا. انتهت فقرتنا مشاهدينا، بعد الفاصل ان شاء الله نلتقي وموضوع جديد وفقره جديده عن الزراعه المصريه والنهوض بالزراعه المصريه خارطه الطريق. سيكون معنا في هذه الفقره دكتور هاني الكاتب مستشار رئيس الجمهوريه لشؤون الزراعه. انتظرونا بعد هذا الفاصل.